صباح الخير والمحبة والتفاؤل على كل مشاهدينا، إن شاء الله يكون يومكم حلو ومفعم بالطاقة والحيوية. صباح الخير. صباح الورد والحب ميس إليك ولكل متابعينا من خلف الشاشة، صباح الشرقية بكل مكان وياكم. حلقتنا اليوم متنوعة ومختلفة، خلونا نبدأها بأبرز وأهم العناوين. حيث الطعام مثير للشهية ليس تماماً كبساطة تصوير طبقك، هناك عدد من الحيل والطرق اللي تساهم بتصوير الطعام بطريقة محترفة، رح نتعرف عليها مع مصور الطعام المحترف سامي الفتاح. شاب من النجف يعيد الخوص والفخار إلى الأسواق بطريقة ملفتة تجمع ما بين الماضي والحاضر وسرعة الألوان الحالية. وجهات السفر المختلفة التي نحلم بالذهاب إليها، هل تأتي من معرفة أم هي مجرد أمنيات متعلقة بصورة أو مشاهد شفناها وعجبتنا؟ ومن بغداد راح يكون ويانا لقاء مع الفنانة التشكيلية منى مرعي اللي راح تحدثنا عن الفن الحديث مع تبارك. العاصمة العراقية بغداد راح يكون ويانا لقاء مع الفنانة التشكيلية منى مرعي اللي راح تحدثنا عن الفن الحديث مع تبارك. الشيف ديما من مطبخ صباح الشرقية بأطباق شهية والروبيان سيد الطاولة هذا اليوم. أما بالنسبة لهاشتاغ حلقتنا للجميع قاعد ينتظر فهو ما هي أجمل دولة سافرت لها أو ترغب بزيارتها؟ السؤال طبعا راح يروح رأسا إليك أم السفر، بس قبل ما نبتدي برنامجنا بالسفر وبالفقرات خلينا نشوف أجواء الطقس وياك. بالضبط، لأن هواي ناس أكيد حيكونوا متحمسين يعرفون درجات الحرارة ووضع الأجواء في هذه الأيام، فراح أخذكم فرة على الأجواء شلون ببلدنا الحبيب. ونبدأ بالعاصمة العراقية بغداد حيث بلغت درجة الحرارة 17 درجة، طبعا بالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى 12 درجة، أما العظمى فهي 20 درجة مئوية. بالنسبة لسرعة الرياح 2.6 للساعة، وبالنسبة للرطوبة 31%. أشوف الرطوبة عالية. ننتقل إلى الموصل حيث بلغت درجات الحرارة 13 درجة مئوية، درجة الحرارة القصوى أو العظمى هي 15 درجة، أما الصغرى فهي 8 درجات مئوية. أما بالنسبة لسرعة الرياح فقد بلغت 3.1 للساعة، وبالنسبة للرطوبة 40%. أهل البصرة نشوف شلون الجو بالبصرة، حيث بلغت درجة الحرارة اليوم 13 درجة مئوية، طبعا درجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية، أما العظمى فهي 15 درجة مئوية. راح نروح لسرعة الرياح 3.1 للساعة، أما الرطوبة 40%. باردة البصرة كلش، هسه بدا هسه بدا الشتاء بالعراق، هسه جهزوا القبول. بعد نروح لأربيل ختامه هومس 13 درجة مئوية، طبعا درجة الحرارة العظمى بلغت 15 درجة، أما بالنسبة للصغرى فهي 8 درجات مئوية. سرعة الرياح 3.1 للساعة الواحدة، أما بالنسبة للرطوبة فهي 40%. هامس يا جو اللي يناسبك.
أنا جو صراحة الصيف، لا هذا ولا هذا ولا هذا. أنا أحب الدفو وأحب الشمس، أحلى شيء بالنسبة لي. أحلى شيء. البرد ما أحبه. السفر اكتشاف ومتعة ومغامرة، ومن المهم أن يسافر الإنسان بين الحين والآخر، يعني من وقت للثاني من أجل إمتاع نفسه. طبعا هذه أنا أتونس بها، دائما أمتع نفسي بس مشتاقة للسفر، ويكون عنده الفرصة حتى يكسب المهارات الجديدة عبر اختلاطه بالكثير من الناس من مختلف الثقافات. وأكيد لكل منا أكو بلد مفضل كوجهة سفر أو نحلم بالسفر إلها. بالاستطلاع التالي من بغداد رح نعرف أكثر عن وجهات السفر المختلفة للشارع العراقي. والله مشاهدين قناة الشرقية وين ما كنتوا، جولتنا اليوم راح تكون من بغداد. نريد نعرف شنو أكثر البلدان اللي العراقيين يحبون يسافرون إلها أو اللي سافروا إلها، فتعالوا ويانا. يعني مرحبا. مرحبا، شنو الاخبار؟ الحمد لله. شلونك؟ شنو اكثر بلد تتمنين تسافري له؟ اتمنى ارجع لماليزيا، لان انا كنت عايشه فتره طويله بماليزيا، فاتمنى ارجع لها لانه هي كلش حلوه. صحيح انه هي جوها ثابت طول السنه، يعني كلها صيف، بس هي بلد يعني كلش بنظام وكلش حلوه كطبيعه، حيل حلوه. تتوسل من تروحون هنا؟ كلش. الياده ولا مسافري؟ انا يعني تقصدين سابقه سافر تركيا، سافر ألمانيا، سافر مصر، ومقيم في بيروت 3 سنوات. منو أحلى وحدة بيهن؟ حقيقة ألمانيا. ألمانيا يعني دولة غير، يعني ما تقدر تقارنين بين ألمانيا وبين باقي الدول. أكو دولة بعدها بنفسك تتمنى تزورها؟ أي تركيا. مرة ثانية؟ تركيا زائرها 4 مرات وتمنى أزورها مرة أخرى. أريد أسألك كم دولة مسافر؟ والله خير من الله، الحمد لله والشكر، يعني لبنان، سوريا، تركيا، السعودية مرتين الحمد لله والشكر. السعودية زيارة يعني كسياحة لو حج؟ لا والله، صلوات على النبي، عمرة وعمرة ثانية فزت بيها الحمد لله والشكر. منو أحلى وحدة من بيني؟ والله هي كل دولة وإلها جمالها، بس تدرين أنت بيت الله بعد ماكو أحلى منه. أي والله، والله كل دولة حلوة، يعني لبنان تخبل، سوريا هم حلوة، تركيا بعد أحلى يعني، وإن شاء الله نزور الباقيات إن شاء الله، بس يرجع الخير يا ربي. ألمانيا، فرنسا، دبي، لبنان هواية، تركيا هواية يعني. منو أحلى وحدة بيهم؟ والله ألمانيا تقريبا أحلى يعني بلد، يعني اللي نظافة وكل شيء شفتها منها، بس يعني دبي هم حلوة، تركيا هم. يا دولة تتمنى السافر، يعني أنت ما رايح لها وتتمنى أنها تروح لها دائما؟ والله السفر حلوة، بس ما أعرف أقول لك يعني محدد، يعني هسه أريد أروح الماليزيا، يعني أحب ماليزيا وأسمع يعني. مسافرة أمريكا سنتين، أصلا أنا ولادة أمريكا، ونمسا، الأردن، الإمارات، بينما سوريا عايشة بيها 3/4 حياتي يعني. منو أحلى وحدة منهم من ذولا كلهم اللي عددتي؟ طبعا لبنان هم نسيت أقولها، أي بس لا أحلاهم سوريا. احكينا شوية على سوريا بما أنه هي حلوة. سوريا يعني قريبة من القلب، طبيعتها حلوة، جوها يرد الروح. شنا على الأكل اللي في سوريا؟ والله أكلهم صحي، يعني أهم ما يميز أكلهم أنه صحي، يعني أكلات وطيب طبعا، أكيد يعني صحي وطيب نفس الوقت. مرحبا. مرحبتين. شنو الأخبار؟ الحمد لله. كم دولة مسافر قبل؟ 3، تركيا وإيران وعمان. منو أحلى وحدة بيهم؟ أكيد تركيا.
يعني من ناحية جو طبيعة كحياة كنظام اللي عايشيه هما فشي كلش حلو. شنو اللي يميزها بالضبط؟ هواي ناس نسألهم يقولون تركيا. يعني الطبيعة اللي تميزها أكيد هذا الشيء إحنا متعارفين عليه، بس اللي يعني كالجو كطبيعة حياة الناس اللي عايشيها فشي كلش حلو وصراحة يعني راحة نفسية. شنو الدولة اللي تتمنى تسافر لها غير دولة؟ روسيا. شوف انا ارجع بالي بصراحه اندونيسيا. اه بالي ايطاليا رومانسيه. وين تحبين ترجعين؟ اي بلد؟ وللمزيد راح ينضم لنا صانع المحتوى وهاوي سفر محمد علي المعروف بموموز. صباح الخير. صباح النور عليكم، نورتنا بالشرقيه. الله يخليكم، نوره باهلها دايما. طبعا غنى عن التعريف، بس اللي ما يعرفك والشعب العراقي، انت من محبي السفر، وكل ما اتصل وهذا موموز نشوف على الانستغرام بلد. بحب السفر جدا، السفر السفر من الحاجات الجميلة، بتضيف للبني آدم كده حاجة جديدة دايما. لما بتسافري بتقابلي ناس جديدة، بتتعرفي على ثقافة جديدة، وبعدين لما بتخرجي عن الروتين بتاع حياتك بصفة عامة بيزود لك الوقت، زي ما زمان كانوا يقول لنا الوقت فيها بركة، الوقت فيه بركة. صح صحيح. لما بتخرج عن الروتين بتاعك بتحس ان الوقت فيه بركة، ممكن تروح تسافر تقعد يوم ليله واحده بس، حتى لو جوه البلد بس رحت في مكان مختلف قعدت ليله، ترجع بتحس انا بقالي نفسي انا بقالي فتره بره البيت، بتحس ان المده بتطول. لا وصحيح، تعرفين اكو بعض الدول سبحان الله الوقت عندهم صدق ببركه، تاخذين تسوين هواي اكتيفيتيز، تسوين هواي شغلات، الليل طويل النهار طويل. اي اكثر دوله اللي كان فيها بركه في الوقت اللي من الدول اللي انت سافرتها؟ كم دوله سافرت اصلا؟ أنا يلا سافرت يلا نعد يلا نجهز لسفر. لا أعتقد 25 بلد. ما شاء الله ما شاء الله. أعتقد سافرت 25 بلد في زمن الكورونا. في زمن الكورونا سافرت العالم كله. ما شاء الله. يعني توقعت نفسيتك تأزمت لأن هسه كورونا وماكو سفر، فتخيلت إنه نفسيتك تأزمت هسه. لا لا لا، كنت بشوف أنا عايز أروح على أي بلد وأغير الساعة، بمشي بالتوقيت بتاعه وأكلم أصحابي هناك وأقول لهم أنا لسه واصل. طبعا أنا اللي ما يعرفون منا إنه موموز ستاند أب كوميديان، يعني اللي هو بالعربي ستاند أب كوميديان اللي هو ستاند أب كوميديان أبو النكات. فأريد أسألك عن البلد اللي أكثر وقت ببركة اللي من 25 دولة اللي أنت رحت لهم. لا أكثر بلد، ما أكثر بلد في بركة اللي هو بالنسبة لي مش البلد نفسه اللي في بركة، عشان الناس ما تفهمنيش غلط، بس أنا حبيت جدا اليونان. اليونان من أجمل الدول اللي رحتها. بس لو بنتكلم على الوقت في بركه، مصر طبعا. يعني مصر بعد انت مصري لازم تقول في بركه. انت تنزلي الشارع قبل ما توصلي اي حته عايزه تروحيها، في حاجات كتير، احداث كتير جدا بتحصل حواليكي بتشوفيها. طبعا هسه هوايه ناس من خلف الشاشه متحمسين او عندهم فضول انه يشوفون تفاصيل سفراتك بشكل اكبر، فطبعا راح يطلع على اسفل الشاشه عنوان حاليا على الشاشه على الشاشه صفحة موموز مثل ما شايفين. وحتشوفون طبعا موموز يعطينا نصائح يومية بنفس الوقت، فمنها يعطينا نصائح، منها يضحكنا، منها يسافر. آخر سفرة ده أشوف كنت بمصر. ده آخر سفرة ده في مصر. صح؟ على الشمال ده كنت. وين بمصر كنت؟ اسكندرية والقاهرة، كنت بلعب جولف، كان أي. عندي مصر. يعني حتى داخل مصر سافرت، رحت اسكندرية رحت الجونة ورحت رحت مصر الاسكندرية والقاهرة والجونة وشرم الشيخ والغردقة. لا لا لا، المرة دي بس هم ثلاث مدن دول. على فكرة مصر يعني دي برضه من الحاجات اللي الناس ساعات بتبقى مثلا تقول أنا ما عندي مثلا ريستريكشنز معينة، أو مثلا مش قادر إن أنا أروح، ما عنديش وقت إن أنا أسافر البلد الفلانية، أو ما عنديش أكسس على البلد التانية. السياحة الداخلية نفسها ناس كتير بتهمل في الموضوع ده، بيبقى في أماكن كتير جدا ناس تتصور تحط صور تقول
ايه ده انت كنت فين؟ ويقول لي انا كنت هنا في خرفكان مثلا اللي هو جنبنا هنا على بعد مثلا 3 ساعات. ترى نفس الشيء بالعراق. بالضبط. من اهم الاشياء اللي لازم يتسلط عليها الضوء اعلاميا، وشكرا ان انت سلطت الضوء عليها، اللي هي موضوع الرحلات الداخليه والسياحه الداخليه. مظهور. لازم كل واحد يشبع عينه بالمناظر الحلوه الموجوده داخل بلده. احنا بلدنا هماتينا ما شاء الله، هواي مناطق شمال العراق تختلف تماما عن جنوبها، عن الوسط، عن هواي مناطق، يعني كل منطقه لها جوها. مظبوط. وانا بالنسبه لي بفكر في الموضوع، هو السفر عباره عن ايه؟ السفر انت بتروحي مكان جديد، بتقابلي ناس جديده، وبتعيشي تجربه مختلفه عن الحياه اللي انت عايشاها كل يوم. صح. مظبوط. طبعا ده ممكن اعمله في الشارع اللي جنب البيت عندي، مش لازم اسافر دول بعيد، مش لازم يبقى الموضوع طيران وشنط وفيز ومش لازم. انا لو رحت حته ثانيه انا مش معتاد ان انا اروحها، واكيد في كل حته الواحد بيعيش فيها في اي مدينه بيعيش فيها. بس اكيد صح. السفر الى درس معين، يعني الثقافات طبعاً. اللي غير طبعاً. تتعلم من عندهم. مظبوط 100%. تطور بشخصيتك، تساعدك اصلا لانك صانع محتوى، تزيد المحتوى اللي عندك. بالنسبه لي لما بروح هم بيبقوا مدين لي الامان التام، مش عارفين ان انا هرجع من ماخذ المحتوى هرجع من هناك. طب زمن الكورونا ما تعذبت بالسفر؟ لا زمان يعني الواحد مش عايز يقول تعذب يعني، بس هو الموضوع صعب جدا طبعا بسبب الموضوع بتاع المسحات. انا اول مره رحت كان بالنسبه لي اللي هو انا عادي بقى رايح هيمسح يعني، هو بيقول لك مسحات، فتحسي ان الموضوع يعني ايه بسيط. حاجه خفيفه كده مسحه يعني، بسيط الموضوع قوي، مش حاجه يعني حتى. فلقيت الراجل طلع حاجة كده قد السكينة طويل جدا وبتاع، وانا قلت خلاص هيمسح اللي هو عايز يعمل من بعيد، لقيت ان هو رايح بقى عمال وصل لغاية حبل افكاري جوه، اللي هو انا انت رايح فين حضرتك؟ انا خلاص انا في لحظة كده من الألم بتبدأي بقى تقولي طب هو انا يعني وحشوني اهلي قوي يعني، وانا لازم اسافر وانا ضروري اسافر اغير رايي. سافرت بس ما شفت اي انا ما مو نفس الاكسبيرينس. لما انا سويت التحليل الكورونا ما حسيت بشيء، بس انا وراجعه يمكن كانت المصيبه لما بمصر راجعه من مصر حاسه بيك الالم فظيع، وهواي ناس بالفعل يشتكون من مسحات كورونا لان المها كلش يعني موجع. فالله يبعدنا، الله يبعدنا عن كورونا. اول ما بتتعودي على الموضوع خلاص، لان انا ببقى بعمل الموضوع ده بعرف بقى ان ده هيحصل لسه 3-4 مرات يعني، فخلاص بعد شويه بيبقى الموضوع زي الايه طبعا صار عاده خلاص. على سيره السفر عدنا بعد واحده من المذيعات رولا عادل ويانا على سكايب، اتوقع هي مسافره اصلا في غير بلد. رولا انت ويانا على سكايب، يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا بالمسافرون. اهلا. انت تسمعينا؟ انا ما اسمعش رولا. انا دا اسمعك. اي قاعد نسمعك، قاعد نسمعك واضح. هسه تسمعوني تمام؟ وينك رولا؟ يا ابن بطوطه اسميك. ابن بطوطه حاليا ببيروت. اول شيء صباح الخير على الجميع، صباح الخير لكل كادر صباح الشرقيه، صباح الورد. كل شيء متحمسه راح اكون وياكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. بس الموضوع كلش حلو صراحه وعايشته، يعني كل النقاط اللي قلتوها اليوم تناقشتوها انا عايشتها. حتى خفت ترى قلتش تجينا بلا كورونا. ها لازم تسوي فحص تتاكدين. بالضبط. تعرفون هو اللي صار انه خلاص صار جزء من كالندر السفر او من اجنده السفر اللي احنا نسويها، لازم ناخذ بعين الاعتبار هالامور هذه، ايش قد احنا راح نبقى، ايش قد راح نسافر، ايش قد محتاجين فحص قبل وبعد بس نرجع. كل هذه الامور صرنا فعلا ناخذها بعين الاعتبار. قبل ممكن نسافر 3 ايام ونرجع خلاص. اي صح. رولز ان اكو زحمه بالمطارات، قاعد تشوفين الناس قاعد تسافر عادي، دا تطلع الناس عادي، حاسه الحياه الطبيعيه صراحة شوية أحسن من قبل. يعني أنا سبق وسافرت بشهر 8 و9، حسيت إنه كان أكو خوف يعني من نوع الناس، عدد الكمامات مرتبكين الناس كانوا. إي يعني هسه مثلا الناس ما تلبس كفوف، صاروا بس السانيتايزر، يعني شوية تحسين الناس لا بدأت تتعامل ويا الوضع. والطيران صار يعرف الأشياء اللازم عملها، فيمكن هذا الشيء همين سهل موضوع السفر أكثر. رولا عندك ابن بطوطة قرايبكم الثاني اللي مقضيها سفر ويانا على الهواء، محمد أو معروف بموموس. أهلا رولا. فحابة تسألي ما دام أنت على الهواء ويانا، حابة تسألي سؤال إذا حابة تستفيدين من عنده أو نصائح للسفر أو المسافرين. تمام. أنا عندي سؤال، يمكن هو هذا السؤال دائما الناس صارت تفكر بي، بما أنه هسه شوية تغير
طريقة السفر. يعني قبل كنا دائما نكتشف أماكن جديدة أو يصير عندنا أو مدن معينة نحب نروحها. هسه مع التغيرات اللي صارت مع كوفيد وبعد كوفيد الناس صارت تروح على أماكن يمكن مختلفة أكثر أمانا. يعني رولا تقصدين؟ لا مو بس أكثر أمانا أو أكثر شيء، بس حتى إنه التجربة غير، يمكن يصير وصل أكثر ويا الطبيعة إنه ما تكون أماكن مختلطة. شنو هي يعني حسب أنت نظرتك شنو هي الأشياء أو المدن اللي ممكن نشوف الناس تروح لها خلال السنة القادمة أو خلال السنتين القادمة؟ حلو السؤال، حلو السؤال. أنا أعتقد أنا بحييك جدا على الموضوع ده، لأن فعلا الطريقة بتاعت السفر اختلفت. يعني الناس كلها كانت دايما عمالة بتفكر إن أنا عايز أسافر، اول حاجه عايز اروح اعمل شوبينج، عايز اطلع على اوروبا، عايز اطلع. دلوقتي الاماكن بقت اللي هو لا انا عايز اطلع في حته ما يكونش فيها احتكاكات جامده جدا. بالضبط، يعني نظرتنا لاختيار وجهه السفر صارت اليوم مختلفه. مظبوط 100%. فانا اعتقد ان الفتره اللي جايه هتبقى دايما السفرات هتبقى للاماكن اللي فيها طبيعه اكتر، اماكن مفتوحه اكتر، مثل وين يعني؟ يعني مثلا الاماكن زي مثلا الحتت اللي هي زي مثلا جزر زي بالي، زي شريلانكا، بيتي الثاني، مدغشقر، الحتت اللي هي ما فيهاش زحام او صخب المدينه باللغه العربيه يعني، وفي نفس الوقت فيها طبيعه الناس تبدا ان هي تجرب الموضوع ده. وانا برجح ده جدا كمان للناس اللي عندها اولاد، لان مع الوقت بمعنى اولاد مش اللي هو اولاد يعني ولاد وبنات، يعني ابناء يعني اللي هو بنات أطفال. أرجح الموضوع ده جدا عشان أنا عشت التجربة دي لاحقا. يعني الفترة آخر سفرية لما روحت سافرت مع ابني وشفت قد إيه هو حب الطبيعة. يعني هو قاعد بحس إن هو دايما إحنا على الموبايل وعلى الآيباد وعلى السوشيال ميديا وهكذا، بمجرد لما طلع وبدأ يحس إن إيه ده في عالم تاني أنا مش بكتشفه، لان انا قاعد محصور محاط بالتكنولوجي والحاجات اللي حواليا. صحيح. السفرات دي هتفرق جامد جدا بمجرد ان احنا نعرض اولادنا للعالم اللي هو كان موهوم، مش العالم الجديد، العالم الاصلي. فرصه ان الناس تتامل. صح. تسحب الطاقه السلبيه من عندهم. الطبيعه دائما تسحب الجزء المكسور من ارواحنا. مزبوط. وتجدد بينا فشيء حلو. مزبوط. يعني مزبوط. ورولا انت اصلا موجوده بنص الطبيعه هسه، بنص الخضار والنبات والشجر. يعني انا هذا يعني أوافق محمد بالموضوع، لأنه تعرفون لما نروح على بلد وإحنا بعد ما عارفين، خصوصاً بعد كورونا، يعني إنه شوية بدأ السفر يرجع طبيعي، يظل الحيطة والحذر. يعني دائماً نظل شوية مبتعدين عن الأماكن المكتظة وخصوصاً المدينة. وصراحة حبيت إنه أكون بالطبيعة أكثر، لهذا السبب طلعنا منطقة جبلية في لبنان. وكان موضوع الصحة الإنترنت والتكنولوجيا إنه فعلاً لما ما تكون متواجدة نعيش الطبيعة أكثر ونتأمل الطبيعة أكثر. بس بينما لما يكون عندنا الواي فاي موجود ومتواجد بكل مكان، أول شيء نسوي نروح نسوي كليك، يلا خليني نزل بوست، خليني أقرأ تعليق. شكرا رولا. رولا شكرا على، وترجعين بالسلامة أهم شيء. شكرا على تواجدك ويانا على الاستوديو. ان شاء الله تنضمين ويانا الاستوديو الاسبوع الجاي، تكونين ويانا ان شاء الله. يا الله حبيبتي تسلمي لي. شكرا على خير. وشكرا لك مومو. ميرسي كثير لكم، والله انا سعيد جدا على معلوماتك القيمه عن السفر، وحمستني ان اسافر جزيره قريبا. نورتنا بالاستوديو. طبعا ميس، بظل كل هذا الحكي انا ما احب السفر. تخيلي انت، انت ما تحبين السفر؟ انا ما احب، بس اي سفره تجيني احاول اتهرب، احاول اقضيها هنا. شكرا جزيلا لك لوجودك ويانا اليوم، وان شاء الله يا ربي محبين السفر من خلف الشاشه استفادوا من التقرير. شكرا لكم، صباح الخير عليكم. طبعا دائما وابدا كل ما نستيقظ الصبح راح يكون اكو بينا هاجس حتى نعرف شنو اخر التطورات والاخبار بالعالم اللي قاعد تصير حوالينا. لذلك خليني ارحب بتيماء. تيماء لازم نشارك الناس اليوم الاخبار. اكيد صباح الخير صبايا، وحنبلش اكيد بالاخبار لليوم. مع الخبر الاول، تستعد الاوساط الشعبيه والرسميه في العراق لاقامه احتفالات استثنائيه في الذكرى المئه لتاسيس الجيش العراقي بعد غد الاربعاء.
وسيجرى في بغداد استعراض عسكري مهيب، هو الأول من نوعه منذ عام 2003، احتفاء بهذه الذكرى مع احتفالات تستعرض الدور الوطني للجيش العراقي وآخرها دوره في تحرير المدن العراقية من سيطرة داعش والقضاء على هذا التنظيم، إضافة إلى استذكار معاركه القومية البطولية في الأردن وسوريا ومصر لنصرة القضية الفلسطينية. وسيكون بعد غد الأربعاء عطلة رسمية في أنحاء العراق اعتزازا بهذه الذكرى. في الخبر الثاني، كرمت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا 4 عراقيين من بين 1000، وذلك لتميزهم في خدمة المجتمع والإنسانية ودورهم المهم في حقول العلم المختلفة. فقد تم تكريم نسرين علاء الدين العلوان اختصاصية الصحة العامة في جامعة ساوثهامبتون لخدمتها الطبية المتميزة في مجال صحة الأم وصحة الحوامل، إضافة لدورها في مجال نشر الوعي الصحي حول كورونا. وحظي بالتكريم أيضا رعد شاكر أستاذ طب الجملة العصبية في لندن والمعروف على الصعيد العالمي باختصاصه المهم، كما حظيت أيضا نورة العاني بالتكريم أيضا وهي مشرفة على منظمات اجتماعية لها أهميتها في مدينة كامبريدج. كما كرمت ملكة بريطانيا الأكاديمي المهندس ضياء الجميلي وهو أستاذ الذكاء الاصطناعي في مدرسة الحاسوب والرياضيات في جامعة ليفربول الإنجليزية. أعلن مدرب المنتخب العراقي قائمة اللاعبين للمباراة الودية مع المنتخب الإماراتي الشقيق، ووجه كاتانيتش الدعوة ل 24 لاعبا للاشتراك في المباراة التي ستقام في دبي في 12 من الشهر الجاري ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023. بوادر الانتصار على كورونا هذا العام بدأت تلوح في الأفق بعد انتشار عمليات التلقيح ضد الوباء، هذا ما أعلنته منظمة الصحة العالمية. المنظمة حددت شروطا لتأمين النصر، منها ما يعتمد على سلوك الناس والإحساس أيضا بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس، ومنها ما أشارت إليه من أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى، وعندها ممكن القول أن الإنسان قد انتصر وأخيرا على هذا الوباء. ضمن محاولات الحد أيضا من نفايات الفضاء، بدأ فريق خبراء ياباني العمل على تطوير أقمار صناعية خشبية تحترق تماما عند العودة إلى الغلاف الجوي. شركة لمعالجة الأخشاب مقرها اليابان تقول أنها بدأت البحث عن مادة خشبية مثالية للقضاء عليها، وسيجرى أبحاثا بالشراكة مع جامعة كيوتو لاختبار هذه المادة في بيئة قاسية على الأرض. القمر الصناعي الذي ينفذ هذه المهمة يمكن أن يكون جاهزا بحلول عام 2023. بارتداء زي الهانبوك التقليدي الكوري الجنوبي، أقام غواصون في أكواريوم حفل رأس السنة الجديدة للزوار من تحت الماء. فتحت الأضواء الصفراء والزرقاء الغامضة في أكبر خزان المياه في كوريا الجنوبية يزن 2200 طن، يسمى المحيط. سبح الغواصون جنبا إلى جنب مع أسماك قرش وأنواع أخرى أيضا. وفي خبر أخير مشاهدينا، في هذا الموجز يخص الراغبين والمضطرين إلى تخفيف أوزانهم، فمن المعروف أن لبعض أنواع الفاكهة دور في تخفيف الوزن، ولكن أن يكون الموز من ضمنها فهذا أمر يغاير ما هو معروف عن هذه الفاكهة. هذا ما أوضحته دراسة دولية وأكدت بعد تجارب أن للموز دور في إنقاذ الوزن وتحسين الصحة العامة، ولكن بشرط مراجعة الطبيب المختص لوضع خطة آمنة تناسب الشخص الذي يريد انقاص الوزن. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهايه هذا الموجز. دائما اخر خبر احلى خبر عند شتاين، وبحسك دائما انت متشوقه لاخر خبر ومستعده وقاعده عم تطلع على بالكم لما يصير العنوان انقاص وزن. لا انا هسه عرفت ليش، لانه وايد يقولوا لي شنو السر شنو السر، وانا اقول ما اعرف شنو السر، عرفت السر انا الموز. يوميا الصبح ابدا يومي اكل موز، واذا جوعانه اكل موز. صحه وميت هنا على البيت. يعطيك العافيه صبايا، نورتينا بالاخبار الحلوه. يا اهلا وسهلا. طبعا اكو هاشتاجز نذكر الناس طبعا للتفاعل، وما شاء الله عليكم واي اكو تفاعلات عندنا. ما شاء الله انا بدي اشوف ما هي اجمل دوله سافرت اليها وترغب بزيارتها. المخرج لو يحط لنا الكيو ار كود اللي قاعدين بالبيت تقدرون بعدكم، لانه بنهايه الحلقه راح نشارككم كل التعليقات، بس حبيت اقرا تعليق او اثنين مثل ما شايفين على الشاشه هنا عندك انت على طول. عندي انا جواب. عندك انت على طول، حتقدرون تطلعون كاميرا التليفون مثل ما مشوفيكم بالحلقات وتدخلون على
صفحة الإنستغرام على طول. التعليق اللي عجبني واحد كاتب مصطفى حسين كاتب المالديفز باليوتيوب يوميا أروح هنا. نفس التعليق اللي أنا صدق حبيته. يوميا يسافر يوميا باليوتيوب يوميا. هذا بكر أجويان أهلا وسهلا بكر صباح الخير. سمعنا من دبي. صباح الخير ميسوح عشونكم. صباح الورد زينين الحمد لله أنت شانك؟ طبعا بداية أحب أصبح على المشاهدين وأصبح عليكم وأريد أسألكم سؤال بما أنه أنتم تسولفون بموضوع السفر وهذه الأمور. أنتم جاوبتوا بالبداية وين الدول اللي أنتم تروحوا لها وكل هالأمور وين حابين تزوروها بعد، لكن أريد أسألكم سؤال شوية يعني أنا دائما أسأل للناس اللي تكون غاوية سوا سفر بصورة عامة. أنتم من الناس اللي تحب تسافر حتى تستجم تقعد وترتاح وهيجي ويسترخون، لو من الناس اللي تحب انه تستغل السفره بكل حذافيرها من اول ما تحط رجلها بالمطار؟ يعني من اول ما احط رجلي بالمطار الله وكيلك ما انام ولا ارتاح حماس واستعداد دواره ساعه فوق الجبل ساعه جوا المي ساعه قاعده اتمشى ما ادري وين، فلا من النوع اللي بسمن بها راحه كل شيء توازن كل شيء بالتوازن. أنا بالنسبة لي راحة، إيش قد ما أقدر أرتاح بصراحة، وهم ما أحب السفر أكثر بكثير. أكو ناس ما عندها توازن طبعاً نهائياً، أنا أعرفهم كل الزين، هذول أول ما يطلعون من أول ما ينزلون الطيارة يحطون جنطهم بالأوتيل وينتشرون، هو واحد بس تحسيه عشرة، يظل يفتر ما يخلي مكان ما يروح. بكر أنت تحب تسافر لوحدك؟ ويرجع يمكن اثنتين بالليل ويقعد من ثمانية الصبح، وهكذا. نشاط. شلون؟ تحب تسافر لوحدك ويا او مجموعة اصدقاء؟ لا لا انا احب اسافر ويا يعني جروب او مثلا مينيمم يكون وياي شخص يعني ما احب اروح وحدي. كلش حلو، اذا بكر اكيد محضر لنا فقرات غير شكل. احس نفسي ما استمتع يعني. ان شاء الله دائما المتعة لك ولكل الناس اللي يحبون السفر طبعا بكر اكيد. نشكركم احنا جدا راح نقدم كم شغلة ونروح للشيف ديما وكل هالأمور ونرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله. شكراً لكم. طبعاً أعزائي المشاهدين الآن راح ننتقل إلى النجف، أحد شباب النجف اللي اشتغل بالأشياء اللي كانوا يشتغلون بها أجدادنا وأهلنا قبل خصوصاً بالمنطقة الجنوبية اللي هو الفخار والخوص. بعد المشاكل اللي صارت اللي تعرفوها كورونا وكل هالأمور هو صار بضيقة مادية وصار أنه يحس بمعاناة، فاتجه هذا الاتجاه حتى يبدي يساعد نفسه ويساعد اللي حواليه. خلينا نشوف التقرير. بلشت بهذا المشروع بسبب اقتصاد الاقتصاد وتعطيل العمل بسبب كورونا فيروس كورونا، اتجهت انه افتح مشروع خاص بي. الصراحه انه اللي يتخرج بالعراق انه الشهاده ما بها فائده بالاخير، يعني انه يتجه لازم للقطاع الخاص. فانا انه شو افتح مشروع انه فتحت شيء تراثي عراقي يمتد من تراث اجدادنا ورث اجدادنا. يعني الصراحة أشوف عليه صار إقبال الحمد لله في محافظة النجف وبقية المحافظات من الشمال للجنوب، صار عندي تواصل ببقية المحافظات. أشوف إنه هذا المشروع مو مشروع إنه يدعم شخصي يعني بس إليه، طبعا هذا المشروع يدعم كثير من العوائل العراقية. إنه من راح أتعامل ويا مثلا مصنع أو معمل يصنع هذا الفخار أو الخوص، أقل شيء كل فد مشروع يعمل 10 عوائل عراقية أو 5 عوائل عراقية ينتج من هذا المشروع. يعني موجود عندي فخار نوعين طبعا، وعندي خوص عدة أنواع الخوص، يعني شكو شيء داخل المنزل داخل المطبخ احنا قاعد نوفرة، يعني أغلب الموجود قاعد نشتغل على تصاميمنا الخاصة. طبعا احنا نسوق من عدة محافظات، من النجف عندنا، من الحلة عندنا، من كربلة عندنا، من الشمال، يعني كل محافظة بيها موجود من هذا النوع اللي داخل المشروع. يعني ان
نشجع هيك افكار مثل هذا المكان، يعني انه يهتم بالتفاصيل التراثيه القديمه العراقيه، يعني الخوص والخزفي وغيره. يعني اول شيء حيساعد هواي ناس، انه اكو ايادي عامله راح تستفاد من الموضوع، يعني معيش هواي عوائل خاصه هالفتره انه تعيينات ماكو، فهيك مشاريع كل شخص يعني يفتح مشروع يمثله. اذا نشوف هسه الدول اللي موجوده سواء الدول الاوروبيه او حتى شرق اسيا تهتم بتراثها وتحاول تسوق تراثها انك بالوطن العربي وبالذات بالعراق. يعني مثلا هسه اذا ناخذ الصين كسبيل مثال، الصين دا تحاول انه دائما ما تزين صور الصين العظيم على شكل يعني مجسمات، وكذلك حتى الثقافة الكورية اليوم الكوريين دي يسوقون ثقافتهم بالوطن العربي وخاصة العراق. كل هذا الدعم هو أو كل هذا التسويق هو حصل على دعم من الدولة اللي هي تدعم ثقافتها وصناعتها. لكن للأسف الشديد احنا عندما نشاهد اليوم دولة العراق وشوف انه كدولة ما مهتمة بهذا القطاع ولا بدعم الثقافة، وكذلك حتى أسواقنا اليوم سواء من التجار او حتى من الشباب مشاريع الناشئه ما تدعم الثقافه العراقيه ولا تشجع عليها. فاحنا نشوف اليوم مثل مشروع صاغه اللي هو يدل على الثقافه العراقيه وايضا منتوج محلي يدعم المنتوج المحلي، فنحاول نشجعه. وضروري جدا بان يكون انه كل بيت على الاقل فد شيء من يعني من تراثنا ومن تاريخنا، لان هذا الشيء هو اللي اول شيء احنا نعتز به كتاريخ وكثقافة، وأيضا لازم أنه نخلي نوصل للأجيال اللي راح تجي حتى تعرف تاريخنا وثقافتنا. مثل ما تشوف يعني صار اقبال على المشروع من بدايه المشروع اول ما افتتحته الحمد لله، اقبال من عوائل نجفيه وعوائل عراقيه، يعني من خلال التواصل يعني انه الفرحه داخل البيت العراقي اشوفها صراحه، يعني ما كنت متوقع هذا الشيء. شفت اقبال يعني جيد جدا من خلال هذا المشروع يعني الحمد لله. وكذلك هذا المشروع انه يدعم بقيه الشباب، مثل شلون يعني نقول عدة رسامين عندنا قاموا يشتغلون على الفخار، أعطيهم الشربة، أعطيهم القلاص، أعطيهم الطاسة يتفنن بها، يرسم عليها شغلات بغدادية، يرسم عليها مثلا أسماء يهديها الشخص من شخص لشخص، يكتب عليها أسيم. فالحمد لله هذا المشروع مو خاص بسبية، مشروع يشغل عدة شباب عدة بنات، الحمد لله مشروع إن شاء الله ناجح. عبد الله من الشباب اللي ما يفكر بس بنفسه، هواي اكو ناس يقول لك انا اشتغل واعوف اللي حواليه، لكن عبد الله شغل كل الناس اللي يمتهنون هاي المهنه وعندهم هاي الحرفه شغلهم وياه، اذا هو يعني خلينا نقول فاد نفسه وفاد كل اللي حواليه. فشكرا لك يا عبد الله، وشكرا لكل شخص يفكر بالناس اللي حواليه. هسه راح ننتقل الى الشيف ديما. طبعا اليوم اكو روبيان انا شفت قبل ما اتصعد، يعني شفت هيك مقتطفات يعني روبيان وشغلات تقلا ويعني هواية أمور. صباح الخير شيف. صباح الخير بكر، شلونك؟ شلونك؟ شو مسويت لنا اليوم؟ والله اليوم أكلتنا هو زنجر روبيان وديناميت روبيان. ها طبعا الديناميت هذا أني إدمان عليه، بس للأسف ما أكله بس بأيام لما يكون عندي أوف، لأنه هو صدق دايناميت يعني هو من تاكليه تتفجرين. بالضبط. يلا ولا يهمك اسوي لك اياه بايام الاوف. ان شاء الله. زين انت شو طبعا انا الفكره من الروبيان انا ليش اكله دايناميت؟ اوكي. لان انا من الناس اللي عندي حساسيه من الفسفور. اها. يعني عندي هذا الالرجي انه من اكل الفسفور جسمي يتحسس، اي انواع سمك بحري اكل الا الروبيان لان الفسفور مالته كلش عالي.
بالضبط. هو هنا انه الفكره انه من الروبيان، انا سويت الزنجر روبيان والديناميت روبيان، ممكن الناس اللي ما يحبون الروبيان يستبدلوه بقطع الدجاج، هم يعني يطلع نفس الطعم وكلش طيب. ها يعني هو الزنجر روبيان ممكن يصير زنجر دجاج يعني؟ طبعا طبعا ممكن يصير زنجر دجاج، ممكن يصير ديناميت دجاج، يعني يصير فانت حاطه اكثر من اوبشن للموضوع يعني. بالضبط، وكلش سهله وطريقته يعني سهله ومو مكلفه وسريعه. زين، شنو اكثر ديما، شنو اكثر اكله انت تحبين تسويها سهله وسريعه وتشوفيها صحيه حتى اروح اسويها اليوم؟ والله بكر انا بالنسبه للاكلات يعني كلش سريعه بالاكل. انا اعرف هذا الشيء. فما اخذ ابد وقت. حلو، زين، هسه راح نعوف شويه المشاهدين تشوفيهم الاكله شلون راح تصير. تمام. واحاول اكل لي قطع عود ورا الحلقه. يلا. نزاغل. 100 هلأ. صباح الخير مشاهدينا. اليوم اكلتنا هي الزنجر الروبيان او الديناميت روبيان، يعني هو الزنجر واحد والديناميت روبيان. هسه راح اشوفكم شلون راح نبدي الصلصه. هنا عندنا اول شيء الروبيان، طبعا انا هنا استعملت روبيان قطع كبار، ممكن تستعملون قطع صغار، وخليت لنص ليمونه، بس بعدين هنا نصفي الروبيان من الليمون. التوابل اللي استعملتها هي كركم، ثوم بودرة، فلفل اسود، ملح. طبعا استعملت النشا والطحين، هاي على مود تنطي قرمشه اكثر. راح نشوفكم هنا بالنسبه للصلصه اللي راح نخليها للروبيان، هي ملعقه كوب كركم، نص ملعقه كوب ثوم بودرة، الفلفل الاسود انتم حسب الرغبه شلون تحبوه، الملح طبعا هم يعني حسب الرغبه، تحبوا مالح تحبوا فاهي حسب رغبتكم. راح نخلي ملعقتين كبار من النشا، وراح نخلي شويه مي اللي هو نحط له نص كوب مي حسب الثخن، الثخن مالته راح يكون تقريبا مثل خليط الكيك. طبعا هنا انا خالطته، خليت هذه بها المكونات وخلطته. راح نخلي به الروبيان، طبعا الروبيان انا صفيته من الليمون، خلصت من عنده يعني، بس هنا نخلي بالليمون على مود ينطي نكهه اطيب، واذا بي زفاره انه نتخلص من الزفاره. هنا نقعنا، طبعا النقعه احنا تقريبا ربع ساعه او 10 دقائق، بس انا اختصارا للوقت هنا خلينا نتنقع. طبعا هنا راح اجيب كيس، اسهل طريقه تكون سهله عليكم، واللي ما عنده انه من هذا الكيس انه ممكن يستعمل علبه. هنا نخلي تقريبا كوب نشا، تمام، وهنا راح نخلي طحين، تقريبا كوب طحين، يعني كوب نشا بكوب طحين. راح نخلي له الملح، نفس التوابل اللي خليناها بالخلطه راح نخليها بالتغليف. راح نخلي تقريبا ملعقة كوب كركم، نص ملعقة كوب ثوم بودرة، فلفل أسود حسب الرغبة. هنا شنو راح نسوي؟ اللي راح نسوي هو خلينا هنا التوابل وخلينا الطحين والنشا، وهنا بالخلطة طبعا تشوفون الروبيان بعد ما غمسناه بالخلطة راح نخليه بالطحين والنشا والتوابل. هذه مثل ما قلت لكم احنا نقدر نستبدلها بقطع الدجاج وراح يطلع الطعم كلش طيب. طبعا هنا انا بس نموذج اخذ لكم انه شلون راح نسويه، نسد الكيس. طبعا تقدرون مو شرط هذا الكيس، انه ممكن نستبدله، ممكن نستبدله بعلبه، تقدرون بالعلبه. طبعا هيجين خلطه طريقه كلش اسهل تصير. هنا نخليه شويه، طبعا نتركه فد 5 دقائق، واذا تحبون تخلوه بالثلاجه على مود يتماسك. عندنا هنا راح اشوفكم شنو الديناميت، الخلطه شنية. الخلطه هو اني خليت 3 ملاعق كبار مايونيز، 3 ملاعق كبار كاتشب، واستعملت الصلصه الفرنسيه اللي هي مكوناتها هي البصل، الطماطه والثوم، وطبعا بها هذا اللون البرتقالي، تقدرون انه تستغنون عنه وما تستعملوه. وهنا انا خليت شويه من صوص الصويا. طبعا احنا نخلطه كل زين، هذه بعدين يعني بعد ما نقليه نخليه نغمس الروبيان. هنا انا راح اقلي كم وحده، هذه تصير هيجي، خلي تعور. طبعا الزيت يكون غزير وانتم تكونون محضرين زيت حار.
هيجي. كلش طريقة سهلة وما تطول وياكم. وطبعا إذا اللي ما يحبون الروبيان قلت لكم يقدرون يستبدلون بقطع دجاج، بصدر الدجاج اللي يحبه. طبعا أنا اختصارا للوقت أنا محضرة الطبق وجاهز. هذا الطبق هو جاهز محضرته، بس راح أشوفكم شنو هو الديناميت الروبيان. ديناميت الروبيان اللي هو طبعا هذا هو كله عبارة عن زنجر روبيان. الديناميت هذه الروبيان راح نغمسها كلها بهاي الصلصة اللي قلت لكم عليها، اللي هي المايونيز، الكاتشب، الصويا والصلصة الفرنسية. شوفوا هنا، طبعا اذا تحبون للتزيين انه تخلون قطع خس. هذا زنجر هنا عندنا لان ما غمسناه بالصلصه، وهذا هو الديناميت الروبيان اللي غمسناه بالصلصه. تمام، هنا نغمسه زين. طبعا اللي يحبون اللي هو الديناميت روبيان اللي يحب الصلصه حاره، يعني تكون الصلصه حاره، تحطون يا اما شطه يا اما تحطون فلفل احمر، حب بكيفكم حسب الرغبه. هذا طبقنا هو لليوم، واحنا ممكن انه شويه نزينه. ونزينه بشويه فلفل او بصل اخضر، فلفل اخضر براحتكم. شلون انتم ما تحبون. تمام، طبعا هذا طبقنا لليوم، هو صار جاهز، اللي هو زنجر الروبيان وديناميت الروبيان. والوصفه سهله وسريعه، ومثل ما قلت لكم تقدرون تستبدلوها بقطع الدجاج، وان شاء الله تعجبكم وصفتنا لهذا اليوم. وننتقل لاستديوهاتنا بدبي رولا وضحى. شكرا لكم. شب ديما، تريدين تخلصين من عندي انت على مود لا تعطيني روبيان غير راسا تريدين تسلمين دبي؟ ابد على قلبكم اليوم. والله بكر انا سلمت دبي. طبعا شكرا لشيف ديما، وبس بكر. اخلص الفقره مالتي جايكم ان شاء الله، لا تخلي المصورين ياكلون لان انا شويه يعني اريد. هسه بس راح نقرا كم تعليق من التعليقات اللي قريناهن على صفحه الشرقيه بالفيسبوك، اللي تقدرون تكتبون عليها وين الدوله اللي انت حاب تروح لها او حبيتها لما زرتها او تتمنى انه تسافرها. طبعا اغلب الكومنتات اللي دا اشوفها هي دبي، وحقكم صراحه دبي يعني هي دنيا، دانت الدنيا. فمن اكثر الدول اللي انا صراحه احب اروح لها هي دبي. وايضا دا القي ناس تكتب مالديف وتركيا. تركيا ايضا من الدول اللي انا اشوف انه بيها ميكس حلو، انه هي بيها طبيعه وبيها مولات وبيها مطاعم وكافيهات وكل هاي الامور. وايضا دا اشوف انه احد كاتب سويسرا، هذا اللي عجبه خلينا نقول الطبيعه 100%، واكيد لازم تلقي ناس كاتبه لندن وباريس. اوكي، لكن اني صراحه اذا افكر بطبيعه فهي اكيد سويسرا. وإذا أفكر بمكان أحب صدق أروح له هو برشلونة. برشلونة مو لأن أنا برشلوني أو ريال مدريد، أنا ما لي علاقة بالطوة يعني. لكن برشلونة هي من المكانات اللي بيها هذا الميكس، اللي بيها طبيعة وبيها بحر وبيها عمارة اللي هي العمارة الرومانية اللي صارت بقرن ال 18 وال 19 بداياتها يعني. اوكي، اللي هي هاي الكنائس الشاهقه والسور الكلش عريض، وتكون شبابيكها صغيره، وتلقي يعني اللي يسموها بين قوسين اجريسيف، لما تشوفها تحسها انه فد مكان قوي، بيها الكلاسيك وبيها الحديث. فهذا مسوي الميكس هذا الكلش حلو بهذا المكان. انا صراحه ما زرتها قبل، لكن درست عنها وقريت عنها بأيام الجامعة، وكانت أمنيتي أنه أروح لها، وإن شاء الله في يوم من الأيام
راح نزورها. بكر والله الحق وياك لانه انا رايحه برشلونه وبرشلونه جدا جميله مثل ما وصفتها. بالضبط مثل ما وصفتها. وكنيسة الجوتيكا ببرشلونة جدا جميلة. إن شاء الله يجي يوم نروح له. أنا ناخذك من دبي إلى برشلونة. يلا إن شاء الله. أنت البلد اللي تتمنى تروحها وكل واحد يتابعنا هسه أكيد عنده رغبة ببلد معين هموتين يروح ويزوره. شكرا لك. شكرا جزيلا لك بكر، يا أهلا. أكيد أكيد إن شاء الله. شكرا لكم. تصوير الطعام أصبح من الفنون اللي يرغب الكثير من المصورين بإتقانها، خصوصا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ترغب الكثير من المطاعم والشركات تصنيع المواد الغذائية بتصوير منتجاتها وعرضها بأجمل صورة. ولكن اليوم أصبح للكثيرين فرصة لإظهار إبداعهم في فن التصوير بالتقرير التالي، حتى نشوفها بطريقة مبسطة نتعلم التصوير مائدة الطعام بشكل محترف مع سامي الفتاح. خلينا نتابع. مرحبا، صباح الخير عليكم، يا رب تكونون بخير وباحسن حال. اليوم من صباح الشرقيه راح نعلمكم شلون نصور الفطور وشلون نصوره بطريقه جميله وحلوه تناسب المجازين ستايل او طريقه المجلات. خلينا نشوفكم بالضبط شنو الشغلات اللي راح استخدمها في طريقه التصوير، خصوصا اذا اعتمدنا طريقه التصوير الصباحي او الفطور الصباحي. مثل ما تشوفون انا عندي هنا مجموعه من المحتويات. هاي المحتويات من عندها الكورن فليكس، الحليب، العصير البرتقال، البيريز، العسل. راح اشوفكم شلون نسوي كومبوزيشن، يعني قصدي شلون احنا نحط المكونات حتى نطلع الصوره بهذا التكنيك الصباحي. خلي نجي على اول عنصر اللي هو الكورن فليكس، ونخلي الكورن فليكس بالكاسه. نحاول خصوصا نعتمد احنا بالتصوير، نحاول دائما نملي اكبر قدر ممكن اللي موجود على من الكاسه حتى يعبي المكانات او الفراغات اثناء التصوير. فنخلي كميه كافيه من الكورن فليكس ونحاول نرتب كل الصحن بحيث ما يكون بشكل هرمي. بعد ذلك نجيب الحليب. كمية الحليب اللي احنا نخليها خصوصا اذا اعتمدنا الفود ستايلينج ما نخلي نحاول هواية حليب، بس مجرد يكون شكل الحليب موجود بالكاسة هو راح يعطي الاحساس انه وجود هذا العنصر في التصوير. تمام، هسا احنا بعد ما خلينا الكورن فليكس راح نخلي العسل بهذا المكان. طبعا احنا جدا مهم من نخلي الشغلات خصوصا بتصوير الفطور، لازم الشغلات تكون مناسبه لتصوير الفطور، يعني مثلا ما نخلي امور ما تتعلق بتصوير الفطور، فهذا الشيء جدا عندي انا مهم، نخلي الشغلات اللي هي تكون ريليتد لتصوير الفطور. بعد ذلك اجي على الكومبوزيشن مالتي او تكوين الصوره، هذا الشيء عندي جدا مهم، لازم دائما تكون العنصر الأساسي اللي نخليه بالتصوير اللي هي على نقاط الالتقاء اللي موجودة في داخل هاي المربعات، وتسمى هذه بالنسبة الذهبية. فمثل ما تلاحظون أنا مخلي الكورن فليكس أو صحن الكورن فليكس بنقاط الالتقاء اللي موجودة هنا الاثنين، زائدا راح أخلي العسل بنقطة الالتقاء الثانية أو تقريبا على المربع، يعني أمشي على طول الخط حتى العين أول ما تنزل على هذا العنصر، بعد ذلك تنسحب على العنصر الثاني. هذا شيء جدا مهم في تكوين الصور. نجي هنا لكون احنا الألوان المستخدميها أبيض أصفر لون العسل، فنحاول نكسرها اللي هي بلون البيريز أو فتشي لون أحمر. نشوف انه فتشي ثاني نحطها هنا. بعد ذلك نجيب الكرواسون، نحط الكرواسون على هذا المكان، ونجي بزيت الزيتون. هاي خلينا نقول تريك لمصورين الطعام، نجي بزيت الزيتون بشيء جدا بسيط
نسوي نحاول نسويها لمعه بسيطه على المكان يبين وكانه ما احنا مخلين عسل. بعد ذلك راح اجيب البرتقال نحطه بالمكان الصحيح، نشوف وين راح اخلي البرتقال. هسه نجيب البرتقالة ونخليها هنا حتى نعطي مؤشر واضح انه هذا هو عصير برتقال. هاي كانت النتيجة النهائية والصورة النهائية، ان شاء الله يا رب تكونوا استمتعتوا بطريقة تصوير الطعام والمنتجات وخصوصا بالطريقة الصباحية اللي سويناها. ان شاء الله نشوفكم بالمرات القادمة على صباح الشرقية، كل الحب والاحترام. وصلنا وياكم لفقرة الانستغرام، خلينا نشوف اخر اخبار اللي وصلت لنا من صور الانستغرام على شاشتنا الحلوة. الانستغرام الخبر الترندنج اليوم طبعا الفنانة ياسمين صبري، ما نقدر ننكر الجمال مالتها المتداول على الانستغرام، ولابسة من المصممة العراقية زينة زكي، هاي المصممة المفضلة عندي يعني أنا حياتي. حتى هواي أحب تصميماتها صراحة، دائما ألبس من المصممة زينة زكي. خلينا نشوف التعليقات اللي جاي عليها من مريم كريم. أول تعليق كاتبة نورت الانستغرام، فعلا نورت ياسمين صبري. خلينا نشوف بعد التعليق الجاي من نورهان محمد، علشان قالوا انك حامل وما تنزليش صور بتوضحها، يعني ايش رايكم باللهجه المصريه؟ بس ممتازه. ما نعرف اذا هي فعلا حامل ولا لا، اذا اشاعه، بس انا شايفه ان مبينه عاديه يعني، ما مبينه حامل. واذا حامل يعني الله يتمم لها. صح، اذا حامل نقدر نقول لك الف مبروك ياسمين. خلينا نشوف التعليق الثالث من علي عمار، الله يخليكم البعض، فعلا الله يخليهم البعض. من احلى التعليقات بصراحه ميس، ولا ايش رايك؟ هاي التعليقات الايجابيه اللي ترد الروح، ايجابيه ويتمنون الخير للناس. طبعا اخر تعليق، صح عرفتيني بس ادعي لك بالتوفيق. ليش عرفتي يا ياسمين صبري؟ ليش عرفتي الاحمد ليش حسن؟ عرفتي هذا خبرنا لانستغرام اليوم المتداول ويا ياسمين صبري والمصممه زينه زكي. حبيت من زينة زكي مو؟ والله حلوة، شفتك بيوم الـ NBC فات. خلينا ننتقل إلى بغداد الحبيبة مع تبارك مع ضيفتها الفنانة التشكيلية منى مرعي. طبعا معروف أنه الفن غذاء الروح، فخلونا نروح للتقرير. صباح الخير عليكم مشاهدينا، يا رب يكون صباحكم حلو. اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده بصباح الشرقيه من بغداد. اليوم ضيفتنا الفنانه التشكيليه منى مرعي. منى مرعي مختصه في الفن الحديث، او نقدر نقول انه منطقتها هي بالفن الحديث، فاليوم راح نتعرف اكثر على هذا النوع من الفن. صباح الخير منى. صباح النور حبيبتي. اهلا منى. بالبدايه نريد نعرف منك يعني الفن الحديث، نريد نعرف عنه اكثر لان هو من اسمه فن حديث، فنريد نعرف تفاصيل اكثر عنه. طبعا بداية صباح الخير على عيونك تبارك، وصباح الخير لكل العراقيين وكل الناس اللي يشوفونا الآن. الفن الحديث هي تسمية استحدثت في التطور السريع اللي صار بالفنون، سمي بالفن الحديث وأيضا سميت بعدها فنون ما بعد الحداثة. فأني حاليا أشتغل ضمن هذه المنطقة اللي هي الفن الحديث، وأحاول أن أوصل إلى فن ما بعد الحداثة. هذه الفنون سميت بهذا الاسم. أنا الفن الحديث واللي بعد الحداثة. الفن دائما الآن دا يسوي أبديت، يعني تحديث باستمرار، تجديد وتحديث باستمرار. يعني حتى اللي يروح يسافر الآن إلى العالم الآخر يشوف إنه الفنون في تطور متسارع جدا، فلذلك توقفت تسميات المدارس لأنه صارت كثيرة جدا الأساليب وتنوعت.
فبالتالي صار سمي هذا الاسم اللي هو فن الحديث. صارت انه اكو خامات جديده وشغلات طبعًا جديده قاعد تدخل طبعا الفن. وخرجوا الفنانين حتى عن نطاق اللوحه، عن نطاق القماش، فصاروا عن نطاق الماده، فصاروا يشتغلون الفنون اللي سميت ما بعد الحداثه. فهذه تسميه ما بعد الحداثه انطت المطلق للتسميه حتى يكون اوسع واشمل يعني الموضوع. يعني كل الموضوع انه بشكل عام انه حر الفنان ب طبعا هي اصلا هو الفن الحديث او فنون ما بعد الحداثه، هي الفنون اللي انطت للفنان حريه اختيار الخامه اللي يريدها، حريه اختيار الموضوع، حريه اختيار التكنيك. فبالتالي هذه التسميه قلت لك صارت مطلقه وبيها مجال واسع جدا. انت فنانه تشكيليه شامله يعني ما شاء الله، ليش اختارتي الفن الحديث؟ يعني نشوف اغلب لوحاتك انه يطغي عليها الفن الحديث، دائما اللوحات تجريديه، شنو السبب؟ شوفي بالبدايه انا درست في معهد الفنون الجميله بالتسعينات، وخمس سنين دراسه اشتغلت ضمن منطقه الفن الاكاديمي. بعدين كنت من الاوائل، رحت كملت اكاديميه فنون، وايضا ثلاث سنوات لانه انا رحت على الثاني، كنا في زمننا اللي يكون الاول يروح للثاني مباشره، ايضا درست الفنون الاكاديميه والواقعيه. عملت اول معرض الي في سنوات الدراسه كان معرض طبيعه واقعي، فبالتالي حسيت انه بدايه تجاربي اول معارضي كانت لم تكن تجريد ولا لم تكن حداثه، طبعا كانت واقعيه، لكن يعني يمكن كل دارس وكل فاهم بالفنون يعرف انه الفنان لازم يلقي هويه خاصه به. فأني ظليت أبحث وأجرب، وباستمرار إلى الآن أني أبحث وأجرب حتى ألقي التكنيك الخاص بي، نوعية الفن الخاص بي اللي ما يشبه أحد. حرية أكثر طبعا بالرسم. فبالتالي بقيت أجرب من أول معرض إلي يا ثاني معرض إلى ثالث معرض، وصولا إلى المعرض 13 اللي صار في هذه السنة اللي فاتت سنة 20. في بدايتها كان عندي معرض في أبوظبي اللي هو معرض 13، كان هذا المعرض كانت التجربة، ما أحب كلمة الأخيرة لكن هي هاي آخر تجربة كانت إلي، وإن شاء الله مو الأخيرة إن شاء الله. كان بها تجديد وتجربة. يعني ردت فعل الناس على هذا النوع من الفن؟ شوفي دائما الغريب يعني الناس أنهم تعلموا على الفن الواقعي، البورتريت تشوف شكل أو فتشي واقعي هم شايفين يحسوا صورة، فأنا دائما نشوف نقول واو هذا الفنان أنه رسمها كأنه صورة، هذا الشيء جديد شويه. الغريب بالموضوع انه العراقي تحسي صح انه هو يحب الفن الواقعي، لكن انا في معارضي اشوف انه الناس اللي يجي، انا اسمي احب اسميه القارئ، ما احب كلمه المتلقي، القارئ اللي يجي يستوحي من لوحاتي قصص غريبه عجيبه بحيث يقعد يشرح لي عن العمل بطريقه انا احبها جدا. فبالتالي لوحتي رغم انه هي لوحه حديثه وبها تعبيريه جدا عاليه، تجريديه جدا عاليه، لكن توصل للمتلقي بطريقه حلوه. كل شخص يفسرها على مشاعر اللي بيحسها. هو هذا هدفي دائما، واللي اقوله اني اقول اني لا اسمي لوحاتي ولا اشرح العمل، اترك للقارئ حريه قراءه العمل. هاي الحريه تخلق قصص حتى احيانا ما تواردت الى ذهني ولا الى بالي، احيانا هي قصه جميله، مرات اني استوحي من القارئ هاي القصه اللي يحكيها هو في جسديها بلوحه ثانيه. فبالتالي اني احس انه هو وجد اشياء هي باللاوعي عندي ما حسيتها اني، وانما عملت بها بشكل لاواعي هو حسها وقراها. فبالتالي العراقي احسه شخص قارئ جيد للعمل الحديث وللخيال اللي عند الفنان، فأني أشوف أنه الموضوع جميل جدا. لوحات يعني شلون أقول لك، أنه الشخص اللي بهذا المجال واللي يعرف هذا المجال راح يعرف يفسر اللوحة، يمكن أنه توصل له الفكرة مع اللوحة، بس يعني أنه المتلقي العادي من يشوف لوحة تجريدية راح يقول شنو هاي، عبارة عن وزي شنو القصة من عندها. هو الهدف ترجمينا شوية من اللوحات. الهدف من شغلي أني بالذات، من تجربتي أني ومن تجاربي، أنه إثارة الجدل والتساؤل. لما ينثار تساؤل عند القارئ أو الإنسان البسيط هو هذا أحس نجاح العمل عندي، يعني هذا أحس نجاح للعمل، لأنه لما تثيرين بالفن الحديث، أني هذا إحساسي طبعا واجتهادي، انه بالفن الحديث وما بعد الحديث اثاره التساؤل والجدل عند المتلقي او عند القارئ هو هذا الهدف اللي انا اريد اوصل له. لانه يكفينا اثاره الثرثره والتساؤلات والجدل باشياء غير جميله، وتعرفين انت الحروب دائما نشوف اشكال هندسيه داخل اللوحات، اريد اعرف شنو تنطي يعني تعابيرها، شنو هذه الاشكال؟ انا ما اتوقف عند شكل معين، يعني اشكال اللي عندي دائما في تحديث مستمر، فبالتالي تلقيني الشكل الهندسي، تلقيني العتله اللي هي دائما عندي ثيمه خاصه بهذه التجربه اللي انا عمل عليها الان. العجله موجوده دائما يعني اللي هي شوفي حتى بالمنحوتات اللي سويتها بمعرض اللي انت جيتي بيه بالمعهد الفرنسي اللي كان المعرض القبل طبعا قبل الله يخليك،
كانت العجلة هي ثيمة، لأنه كانت في أكو عجلة حتى بالمنحوتات، أكو عجلة تشوفيها مكسورة، أكو عجلة لا كاملة. العجلة دائما كانت تعني بشكل عام عندي هي الاستمرارية رغم كل الأحداث اللي يصير بحياتي، يعني أنه الحياة تستمر مهما يكون. مرات تكون أكو بيها تعرجات، مرات تكون أكو بيها يعني مشي صعوبات، أي بس الحياة تستمر ماشية، أي الحياة تستمر رغم كل شيء. هذه الفلسفة اكتسبتها بعد وفاة أبويا وأخويا، حسيت أن الحياة توقفت عندي بسنة 2018، فعملت معرض بوقتها، فحسيت أنه رغم كل شيء أنه الحياة تستمر. فهي هاي العجلة كانت هي الثيمة الكامل للموضوع، أي يعني هي كانت ثيمة خاصة وعامة للموضوع. زين من تستوحين لوحاتك؟ المواضيع اللي ممكن أن تجسديها داخل اللوحة؟ أنا عادة مثل ما هسه قاعدة أتحاور وياك، أخلي اللوحة قدامي ويصير أكو حوار بيني وبينها، تنطيني وأنطيها. أحيانا أكو تصير فلسفة حوارية عالية جدا بيني وبينها، فأحسه هو بوح يعني أكثر من كونه شغل ورسم. صح أنه أنا من أشتغل أصير كلي ألوان وأفقد أفقد ترجمين مشاعرك، يعني أفقد أفقد التواصل مع العالم العادي، أذهب إلى عالم آخر، شوفين أنه يكون عندي فتح حوار عالي بوعي عالي جدا مع اللوحة، فيصير أكو عطاء متبادل. ليش وقت ترسمين يعني من يكون مزاجك إنه حلو لو من انتضاج يعني طلعين مشاعرك كلها باللوحة؟ يعني أنا ضد هذه الفكرة إنه لازم يكون أكو مزاج حلو، لأنه أنا رسمت بأتعس ظروف النفسية، طلعت معرض كامل وأني أبكي يمكن على فقدان أبويا وأخويا. شلون ساعدك هذا الشيء؟ يعني إنه تحسني من نفسي. هو أني أحس الشغل هذا اللي مع اللوحة والرسم هو متنفس إلي، فبالتالي أني أشعر إنه فترة إذا ما أشتغل أو ما أرسم أحس إنه أني ما أتنفس، فهو الأكسجين اللي يحسسني باستمرارية الحياة. فبالتالي أحس إنه في أتعس الظروف أحياناً أشتغل، في أحلى الظروف ممكن أشتغل، بالعكس من أكون كلش مرتاحة وفرحانة أحب أتونس أطلع، ما أحب أشتغل يعني. ممكن أشي يأثر على ألوان اللوحة؟ طبعا لانه دائما اني يعني فرحانه لون حتكون مبهجه اكثر. يمكن مو شرط، مرات اني اذا كنت كلش حزينه كلش تعبانه اشتغل الوان مبهجه حتى اعطي طاقه ايجابيه لنفسي يعني، بالتالي هاي الطاقه الايجابيه تطلع باللون وتخليني اني اشعر بهذه الطاقه الايجابيه، تحسيني بتحسن اكثر. اكيد انا اعرف انك المعرض اللي شاركتي بيها اريد شويه تحكي لنا عنها وعن تفاصيلها. يعني أنا ببداياتي كانت في بغداد 4 معارض، وبعدين المعرض الخامس كان في بيروت في سنة 2015. نقلت بلشت عكس ما الآخرين. المعارض شنو كانت اللي ببغداد؟ يعني كانت كل سنة تجربة تختلف عن الأخرى، يعني في كل سنة كان الضيوف يتفاجئون بأنه منى بلشت تجربة جديدة، وكانت انتقدت بالبداية على أنه منى ليش في كل معرض تجربة تختلف. قلت لهم أني راح أبقى أجرب وراح أبقى أبحث عن الجديد والغير مألوف، وبالتالي هذه وصلتني إلى مرحلة أنه صار الآخر يقول أنه منى لوحتها ما تشبه أحد آخر، وهذا الشيء جدا يفرحني جدا الرسم. يفرحني لأنه الآن تدرين الاستنساخ وتقليد الآخر، وين ما أروح حتى رحت لأوروبا شفت أعمال لفنانين معروفين نسخة منها هناك طبق الأصل لفنانين معروفين هناك عالميين، بالتالي حبيت أنه لوحتي تكون خاصة، لأنه أنا باستمرار ظليت أجرب حتى أبحث عن اللامألوف والتفرد باللوحة. ففي معارض تنقلت، قلت لك في بيروت، بعدين في عمان، بعدين حاولت أنه أسوي معارض في أوروبا، سويت في فرنسا في 2018. شلون كانت ردات فعل الناس هناك على اللوحات؟ أحلى شعور كان في بيروت لما كانوا احتفاء من الفنانين هناك بأنه فنانة عراقية، وأحلى استقبال كان في فرنسا من صاحب الجاليري لما كان يصيح الناس أنه تعالوا شوفوا أكو فنانة عراقية، ما متوقعين انه فنانة عراقية امرأة جايبة لوحاتها وجاي تشتغل فن بتجريدية يعني عالية بحداثة عالية فقط. يعني يصورون انه بالعراق ماكو هاي صورة حلوة عن البلد. يعني الحمد لله حاولت اوصل، وباستمرار انا كل ما اسافر احاول اوصل صورة ايجابية عن العراق، انه العراق ولاد للمنجز ولاد للابداع. شنو شعورك كان كامرأة عراقية وتشارك بيك معارض عالمية؟ جدا كان عندي يعني شعور بالزهو، يعني اني احس بانه اني افتخر بكوني انه اني دا اوصل، طبعا بجهد ذاتي وبدعم ذاتي متعب بعض الاحيان، لكن لما تروحين تشوفين المنجز وصل الى هذول الناس تحسين انه التعب بلذ حقيقة يعني، فبالتالي كنت افرح جدا بهذا. زين هاي التجارب كلها الحلوة وهاي الخبرة الطويلة شو ممكن انه تعكسيها على طلابك بطريقة إيجابية شيء يمكن يحفزهم إنه يوصلون؟ يمكن أنت تدرين أو جيتي فد مرة إلى المعهد، علاقتي مع طلابي طبعا ما شاء الله يعني علاقتكم مع بالك أصدقاء دائما أعتذر من زميلي
الأستاذ عمر مصلح دائما كان يقول لي الكلمة الطلابي باللغة العربية غير مقبولة، المفروض يقولين طلبتي، لكن أنا دائما أوجه له الاعتذار بلقاءاتي أقول لك هي كلمة صارت دارجة. فطلابي علاقتي بهم أصدقاء دائما. أنت يعني أحس مرات أتلقى بعض الانتقادات أنه ليش هيك، المفروض أكو حدود، أنا واضعة هذه الحدود لكن بشكل معنوي، فعلاقتي معهم صداقة، هذه الصداقة تطيل الطالب حافز أنه يعطي أكثر، أنه يبدع أكثر. فإحنا فنانين، فالفنان لما يكون أستاذ لازم يكون صديق مع الطالب، فأنا علاقتي لطيفة جدا، وأنت تدريني يمكن أغلبهم أصدقائي، أغلبهم نطلع معارض سوا، نطلع نشتغل بجداريات برا سوا، يعني موجود عندنا دائما يعني بصف صف الطلاب أو بالمرسم دائما أكو جو الألفة. إحنا تيم 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 يعني يعني أنا أحس إنه أنا أحيانا أنزل إلى مستواهم الفكري، مستواهم العمري، فبالتالي يعني برأيك إنه هاي الطريقة ممكن تكون أفضل إنه واحد يتعامل بها طبعا الطلاب. طبعا هذا الشيء راح يجبرهم على إنه يحترموني ويحبوني أكثر من إنه أكون أستاذة. طبعا شكرا لك منى، نورتينا وجدا سعيدين بلقائك ويانا اليوم. شكرا لكم، تحياتي للجميع. طبعا مشاهدينا احب اذكركم بهاشتاج الحلقه، ما هي اجمل دوله سافرت لها او تحلم انه تزورها؟ واكيد راح اوجه السؤال لك، شنو اجمل دوله سافرتي لها او تحلمين انه تروحي لها؟ طبعا اجمل دوله زرتها هي سوريا، واذا كنتي تحكين عن اوروبا فهولندا. الدوله اللي احب ازورها هي ايطاليا لكثره متاحفها. أجل اختاريتي هذه الدول تحديدا؟ سوريا لحد الآن بسافر الدول بيها. سوريا كان يعجبني ليل سوريا من أجمل الليالي، ليلها جميل جدا، ناسها تحب الحياة. هولندا حبيت، هي مملكة الهدوء، أنا كتبت مقطوعة عنها شعرية مملكة الهدوء. أما إيطاليا فأحلم بالسفر إلها لأنه يعني مدينة المتاحف اللي يكون بها طبيعة خلابة نقدر طبعا نقول. وأحب الدولة اللي بها متاحف أيضا، فلهذا السبب المرة الجاية إن شاء الله المحطة تكون إيطاليا حتى أسسر متاحفها إن شاء الله. شكرا لك منى. طبعا مشاهدينا راح نعرف أجوبتكم بنهاية الحلقة، وعودة إلى استوديو دبي. وصلنا وياكم إلى آخر فقرة، وهي فقرة الهاشتاج اللي كلنا منتظريها، لأنه بدنا نشوف تفاعلكم. ما شاء الله 1200 وأكثر، 1200 وشي تعليق، ودا أقرأ شوية تعليقات. إيه دا أقرأ شوية أكو تعليقات تضحك. أكو ناس كاتبين أنه نفسهم يسافرون للمطبخ، أكو راس الشارع. حبيت النفسية بصراحة، لأنه مو غلط، هي فعلا سفرة، الواحد ينتقل من مكان إلى آخر، هاي تعتبر سفرة صح؟ طبعا، ويغير جو يعني بالمطبخ، الأكتيفيتي اللي تسويها غير عن اللي بالهول، فسفرة أيضا. هي تعتبر سفرة طبعا. شنو الهاشتاجات اللي عندك اليوم؟ أنا ضمت لكم هسه هاشتاجات حلوة، خلينا نشوفها، خلينا نشوف الناس شنو قالوا وشنو علقوا على السؤال اللي طرحناه. ميس، وأكمل اللي بديتي بيه. سافرت 4 دول بس كانت أجمل دولة تركيا. بالفعل تركيا من أحلى البلدان، لأنه تجمع طبيعة حلوة، وبنفس الوقت كافيهات وأماكن متطورة كما قال بكر، مثل ما حكينا عنها. بغداد وأربيلي خبلاً أحلى دولتين رحت لهم. أي أيوة والله، سلام على بغداد الحلوة، السياحة الداخلية أحلى شيء. جزيرة الواقواق فتشي كوميديا. هواية دول سافرت إلها بس أتمنى أروح الإيطالية. هاي أمنيتي بعد، تعرفين أنا هم هاي أمنيتي، تخيلي هذه أمنيتي. إيطاليا من الدول مع أنه كلش سهل أروح إيطاليا، أي يعني رايحة لإسبانيا بس ما أدري ليش إيطاليا ما أحجز تذكرة وأروح لها. أحس أنه إيطاليا يراد لها فتسفرة شهر أو أسبوعين ثلاثة حتى ألفها وأخذ راحتي بها. أنا كل ما كبيرة أشوف صورة يعني مناطق بإيطاليا أتحمس، أقول شو كنت راح أروح. صدق أيه، عجبتني. المخرج رايح لإيطاليا، عيني عيني احرق دمنا أكثر، ده يحكي بإذننا أنا رايح لإيطاليا. ده يقهرنا، ده يقهرنا بالصوت. إن شاء الله يا رب بس تكون السفر أسهل. حمستوني بهذا التعليق أمين، أنه أنا السفرة الجاية حتكون إلى إيطاليا. طبعا فأتابع. أكيد راح تأخذني إياها ميس، أكيد ميس راح تروح وحدك أكيد. زين، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بوقتنا وياكم، وإن شاء الله كل ما تبقى من هذا اليوم مليء بالطاقة الإيجابية والأوقات الحلوة.
شكرا لك وصباح فعلا جميل. واريد اذكركم كلكم صح انه انتم نكدتوا بيها انه سفر للمطبخ ولا لراس الشارع، بس فعليا الواحد اللي يريد يسافر يغير البيئه والمحيط اللي حواليه. اول ما تغير هذا المحيط اللي حواليك الى الاماكن اللي مثل ما قلتوا انه دا سافر المالديفز على اليوتيوب، صدقوني العقل ما يعرف الفرق بين الحقيقه والكذب. ممكن تهيئون نفسكم وتحسسون نفسكم انه انتم قاعدين على جزر المالديفز وانتم قاعدين بالبيت. خليكم بهالمنطق الايجابي والتفكير الايجابي، ومعاكم كل صباح دائما نبداها بايجابيه ونختمها بايجابيه. وصباح الخير لكم كلكم.